Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin. Seyyid Reisi'l Meclis, Seyyid Hudur Kerim. Evvelen evdu en eşkurakum ala kabul talabin el hudur fi hada el liqa tawasuli el munazzam min taraf cemiyet Ruwad Tagyir ve Tenmiye ve Takafa. عندي أربعة أسئلة. عندي أربعة ديال الأسئلة. نتمنى إن شاء الله تجاوبوني عليها. السؤال الأول ما يتعلق بالمستشفى الإقليمي ديال مدينة التوريد اللي صراحة كارثي. أين وصلت قضية المستشفى الإقليمي الجديد للمدينة الذي كان من المنتظر انطلاق الأشغال فيه في باب الغربي للمدينة؟ السؤال الثاني ما محل حافلة النقل الحضري من الإعراب خاصة وإن المدينة مقبلة على احتضان نواة جامعية بداية من الموسم الجامعي المقبل. السؤال الثالث مجموعة من الطرق كان من المجتمع تعبدها في مختلف الأحياء المدينة. مجموعة من الطرق كان من المجمع تعبدها في مختلف الأحياء المدينة، لماذا تعثرت الأمور؟ دابا غنحيدوا التليفون السيد الرئيس وغنحيدوا الورق وغنهضر معاك شخصيا باسم ليس باسم أي حزب سياسي. السيد الرئيس أش من شهر راحنا؟ شهر 6. فوقاش السيد الرئيس غادي تفتح المسبح البلدي؟ المسبح البلدي اللي كامل. سيد الرئيس نتكلم، سيد الرئيس واش عام كيتفتح وخمس سنين ما كيتفتحش؟ سيد الرئيس انا اليوم جيت نتكلم معاك اسم عمر فضيلي اللي جراو عليهم المدرسه بسبب نضاله من اجل مستشفى اقليمي في المستوى، ما جيت نهضر معاك لا باسم اي حزب سياسي لانني لا انتمي ولا يشرفني انتماء لاي حزب سياسي. سيد الرئيس والله العلي العظيم إلى صراحة نحن عايشين في مدينة التوريد، عايشين بحال الضياف، والله حتى الضياف محاشاش عايشينها. كتمشيو السيد رئيس المجلس الجماعي، كتمشيو أي حاجة كدورو بينا، الكودرون وداك الشيء كدورو بينا، وحنا اللي زعما حنا زعما بحال اللي ساكنين في شي عروبية ولا شي حاجة. هاد الشيء ما كاين السيد رئيس المجلس الجماعي. كنتمناو منكم إن شاء الله شي زيارة لحي مختار السوسي وتشوفوا شنو كاين وراكم عارفيننا وعارفين شكون حنا. تحياتي، شكرا.